الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الفوائد العقدية وجوب الصبر على ما يواجه الداعية في طريق دعوته واحتساب الأجر في ذلك، ولا ينبغي له أن يتضجر أو يستعجل أو يتسخط على واقع الناس أو أن ينقطع عن دعوته وتعليم الناس بسبب ما يصيبه في نفسه وآل بيته وزوجه وماله وولده من المصائب والآلام.